أكثر عن هذا الحدث، خلينا نستقبل على الهاتف أستاذ أشرف محمود، طبعا الناقد الرياضي المعروف. يا أستاذ أشرف مساء الخير عليك. مساء النور عليك وعلى كل مشاهدينك في قناة النادي الأهلي في كل مكان. نورنا حضرتك. عايزين نتكلم طبعا على هذا اللي حدث واستقبال الإعلاميين بشكل عام على هامش بطولة الأمم الأفريقية، واستقبال كمان سيادة الوزير أشرف صبحي وإشرافه على هذا الاستقبال وعلى هذه المناسبة بالتحديد على هامش البطولة يعني. اولا بشكر اهتمام قناه النادي الاهلي وحضرتك وكل القائمين على البرنامج بهذا الحدث اللي احنا زي ما سيادتك تفضلت كده في المقدمه ان احنا بنسعى ان القصه مش مباريات رياضيه فيها فائز وخاسر وخلاص وينتهي الموضوع. القصه اكبر من ذلك بكثير. انت بتتكلم على بطوله قاريه بتجمع دول القاره اللي بينهم وشائج وصلات وعلاقات ضاربه في عمق التاريخ وفي الجذور، فبالتالي بنعزز ده. النقطة الثانية، احنا عندنا مهمة ثانية لبلدنا. انا عايز اللي يجي مش جاي يروح الاستاد ومن الاستاد على الفندق وخلاص وانتهى الموضوع. انا عايز اللي يجي يشوف مصر، مصر الجديدة، مصر 30 يونيو، مصر المرحلة الجديدة دي اللي احنا بنرسم صورة ذهنية لبلدنا تعادل في اذهان الافارقة الصورة الذهنية اللي كانت في مرحلة الستينيات لما كانت مصر الرائدة في هذه القارة وتقود ثورات التحرر من اجل التحرر من الاستعمار. عشان كده مصر لازم لما ترجع لدورها الطبيعي وتحتضن شقيقتها في بطولة استثنائية جاءت قبل 4 شهور فقط من موعدها بكفاءة عالية وباهتمام رئاسي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي وإشراف لحظي وأكرر لحظي ثانية بثانية من الدكتور أشرف صبحي، كل ده يخلينا احنا كمان نقوم بدورنا. احنا مين؟ احنا الاعلام، احنا المجتمع، احنا الشارع، احنا سواء التاكسي، احنا الفندق، احنا في كل مكان لازم نظهر الوجه الحقيقي لمصر. عشان كده قلنا مع بيت الرياضه الافريقيه اللي هو احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدرالات الافريقيه الاوكسا مع اللجنه الاولمبيه المصريه البهو بتاعها باعتبارها برضه بيت الرياضه المصريه، هناك هنعمل ان شاء الله الرحمن بكره الساعه 7 حفل استقبال على شرف هؤلاء الاعلاميين زملائنا يتعرفوا فيه على مصر الاخرى بالنسبه لهم، مصر اللي هي الناس والشعب والحضاره. في فقرات فنيه هتبقى موجوده في الحفله دي، فقره فنيه افريقيه وفقره فنيه مصريه. كويس. هيبقى موجود الربابه والمزمار والتحطيب والتنوره. كمان عاملين الاكل بقى هيبقى اكل شعبي مصري، يعني يتعرفوا على الكشري والفول والطعميه ويتعرفوا على الزلابيه. احلى الاكل الشعبي المصري الكشري والزلابيه وكلام من ده. طبعا بالظبط. بتديهم صوره اخرى، هو في الاوتيل بياكل كل حاجه وعارف كل حاجه، لكن يعرف مصر ثقافتها ايه. كمان عاملين العصيدة الإفريقية، عاملين الجونجليز العصير السوداني الشهير موجود، عاملين أكلات من إثيوبيا من شرق إفريقيا من غرب إفريقيا، كل دول معمول وموجود. هيجي يلاقي بلده موجودة أو يلاقي مصر موجودة، وبالتالي ده التواصل بين الثقافات والحضارات اللي هو أهم مباراة كرة قدم وثلاث نقط وفوز وقول وكده. طبعا ده الهدف يعني. الموضوع مش متعلق بس بالاعلاميين العرب، لا، الاعلاميين الافارقه بشكل عام اللي بيغطوا البطوله. كويس. كل من يشارك، ما هو حتى العربي اللي بيشارك في البطوله دي بصفته افريقي كمان. انا قصدي مش العرب يعني، بس مش العرب بس اللي مش العرب بس. وبعدين عايز اديك بقى سبق لقناه الاهلي اكراما لاتصالكم، سيتم تكريم عميد الاعلاميين الافارقه الاعلامي الرائد المصري الكبير الاستاذ فهمي عمر. طبعا. باعتباره واحد ممن شهدوا تاسيس الاتحاد الافريقي وكان يغطي اول بطوله امم افريقيا عام 57 في السودان. وبالتالي سيتم تكريمه وتقديم زرعة تذكاري عليه التميمه بتاعه البطوله للاستاذ فهمي بكره على مرأى ومسمع من ابنائه بقى واحفاده اللي هم الاعلاميين الافارقه اللي موجودين في هذه البطوله، وحاجه جميله جدا بنصل الماضي بالحاضر عشان المستقبل، يبقى كل الناس تعرف ان الوفاء موجود ومستمر طالما بلد حضارات زي مصر ما بتنساش نجومها الكبار اللي شرفوها في كل المحافل الدوليه. يا استاذ اشرف انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه المداخله، وكلام مهم جدا من الاستاذ اشرف محمود طبعا الناقد الرياضي المعروف والكبير جدا.